أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله أكبر إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها صدق الله العظيم.